أيها الروح القدس، نقف أمامك، باسمك نجتمع معا، تعال إلينا، أرشدنا، حل في قلوبنا، علمنا ما يجب علينا القيام به، وأرشدنا إلى الطريق الذي يجب أن نتبعه معا. لا تسمح لنا نحن الخطأ أن نسيء إلى العدالة، ولا تسمح للجهل أن يقودنا إلى الطريق الخطأ، ولا تجعل التحيز يؤثر على أفعالنا، لأننا نجد فيك وحدتنا حتى نتمكن من السير معا إلى الحياة الأبدية، ولا نبتعد عن طريق الحق ولا عما هو صواب. نطلب منك أن تعمل في جميع الأزمنة وفي كل الأماكن في شركة مع الآب والابن وإلى أبد الآبدين. آمين.